شرع الإسلاميون في تكوين هيئة حقوقية للدفاع عن المعتقلين السياسيين في المنابر الدولية وتقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان. وذكر تعميم صحفي تلقته الانتباه أن الهيئة تتكون من مجموعة من المحامين، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان في الإطار الدولي تمثل حصانة دولية ولا ينبغي التعدي عليها أو نزعها إلا بموجب إجراءات قانونية واجبة أو واجبة تحفظ الحقوق. وقال البيان إن مسألة إغفال حقوق الإنسان يؤدي إلى كوارث ضد الإنسانية وإلى الهمجية. لماذا تعلق على هذا الخبر أستاذ محمد لطيف؟ والله أعلق يعني باندهاش كبير، يعني هذا انقلاب كبير، هذا انقلاب آخر في 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 المشهد الإسلامي، يعني لأنه الإسلاميين ظلوا يدينون ويجرمون بل ويكفرون كل من يفكر في اللجوء إلى المجتمع الدولي أو إلى مؤسسات حقوق الإنسان العالمية باعتبار أن هذه خيانة وطنية وخيانة عظمى ضد الوطن. فهذا تحول غريب، يعني هذه واحدة. في رأيك ما المسألة الثانية؟ يعني دعينا أولا نتفق أنه لا أحد ينادي بأي انتهاك لحقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال ولا لأي شخص من الأشخاص مهما كان الجريمة، يعني لأنه الإنسان هو الإنسان سواء كان مجرما أو كان بريئا متهما مدانا، هو في نهاية الأمر إنسان له حقوقه له التزامات يكفلها القوانين المحلية القوانين الدولية القوانين الشرعية القوانين الوضعية، كلها تتفق على كفالة حقوق الإنسان في مختلف الظروف ومختلف المستويات. وواحدة من أهم هذه الحقوق أن لا يعتقل أو أن لا تقيد حركة أي إنسان إلا بإجراءات قانونية وإلا بقوانين سارية المفعول، هذه واحدة. المسألة الثانية أن يحصل أي متهم على حقه الكامل في لقاء محاميه والتشاور معه والتفاكر معه وترتيب فرصته في الدفاع عن نفسه. المسألة الثالثة أن يحصل أي متهم على الحق المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، هذه حقوق أساسية لن يختلف عليها إثنان ونطالب بها تجاه أي معتقل يعني. لكن تظل القضية هي المسألة الأخلاقية في هذا الموقف من هذه الجماعة التي أصدرت هذه البيان، يعني هذه الجماعة ظلت ضد أي تعامل مع المنظمات الدولية، بل هي تعتبر هذه المنظمات الدولية عبارة عن منظمات كنسية صليبية 30 سنة يعني. طوال هذه الأعوام وتجرم كل من يفكر مجرد التفكير في التعامل مع هذه المسائل. المسألة الثالثة والخطيرة، هذه الجماعة إذا سارت في هذا المنحى ستجد نفسها مطالبة بمسألة خطوة مهمة جدا وهي الاعتراف بهذه المؤسسات وعلى رأس هذه المؤسسات المحكمة الجنائية الدولية التي كان النظام كما تعلمين يرفض الاعتراف بها والتعامل معها يعني. ما الجريد الذي جعل هذه الجماعة تعترف بهذه المؤسسات الدولية؟ المزايدات السياسية يعني لا جديد غير، يعني هي تعلم أن هذه المؤسسات أو هذه المنظمات لن تفعل أي شيء، لن تتدخل، صحيح ربما تصدر بيانا هنا أو هناك تطالب فيه بتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة، تطالب فيه بتحسين أوضاع الموقوفين على ذمة مختلف القضايا، لكن يعني هي لم تفعل اكثر كما حدث معهم طوال 30 عاما بيانات من هذه المؤسسات ولم تطبق يعني. هم كانوا طبعا لا يأبهون بمطالب كل هذه المنظمات يعني مثلا الجمعيه العامه لحقوق الجمعيه العموميه لحقوق الانسان في الامم المتحده ظلت باستمرار تصدر بيانات الشجب والتوجيه والمطالبه والتاديب ضد النظام السابق، لكن كانت هذه المساله مجرد حبر على ورق صادرة من منظمات إمبريالية تستهدف الإسلام تستهدف الشريعة الإسلامية. الآن أن تصبح هذه المنظمات الإمبريالية والتي تستهدف الشريعة الإسلامية هي وجهة الإسلاميين للدفاع عن أنفسهم تبدو مفارقة حقيقة مؤسفة يعني. ماذا يقصد البيان بالحصانات الدولية؟ هل معتقلو الحزب لهم هذه الحصانات؟ يعني أنا لم أسمع بهذه الحصانات يعني أصلا لا تقول حصانات دولية، يعني ما ذات عن الحصانات الدولية؟ ما معنى الحصانات الدولية ولمن تمنح؟ يعني هذه مسألة. الحصانات الدولية الوحيدة التي أسمع بها أنا تلك المتعلقة بشاقل الوظائف في المنظمات الدولية، هذه واحدة. لديهم بعض الحقوق، البعثات الدبلوماسية المختلفة في مختلف أرجاء العالم أيضا يتمتعون ببعض الحصانات الإجرائية وليست الحصانات المطلقة، يعني
ليست هنالك يعني في كل القوانين الدولية والمواثيق والعقود ليست هنالك حصانات مطلقة بأي حال من الأحوال، يعني دائما حصانات إجرائية محدودة ومقيدة جدا جدا. بالتالي الحديث عن حصانات دولية يبدو حديث غريب يعني غير واضح.